السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلبة الأعزاء، كل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والفصل الأول، وأتمنى لكم التوفيق في هذا الفصل. أنا الدكتور خلدون سلمان أبو الحن، أستاذ مساعد في تخصص الاستشارة عن بعد ونظم المعلومات في قسم الجيولوجيا ومدير معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر. راح ندرسكم الفصل هذا، حيكون معانا شعبتين في مادة علوم البيئة، في شعبة للطلاب وفي شعبة للطالبات. إن شاء الله هذا المقرر هو مقرر بسيط وثقافي، بيتكلم عن البيئة بشكل عام ومكونات البيئة، هو يتدرج في المعلومات من الحديث عن عناصر البيئة الأساسية وتقسيماتها، ثم إلى ملوثات البيئة وتأثيرها سواء على مكونات البيئة الحية أو الغير حية. وبالإضافة إلى ذلك بتكلم كمان عن بعض الظواهر البيئية زي التغير المناخي، احتباس الحراري، تآكل طبقة الأوزون. كمان راح نتطرق في هذا المقرر إلى الملوثات اللي لها علاقة بصحة الإنسان وتأثيرها على الإنسان، سواء في المواد الغذائية أو الشرب أو التربة أو المبيدات. فهو عبارة عن كورس ثقافي بيئي مفيد لجميع الطلبة والطالبات في كل التخصصات. أتمنى أنكم يعني تستمتعوا بهذا الكورس وتحصلوا على قدر كبير من الفائدة اللي في الحياة العلمية وفي الحياة الاجتماعية في البيت. طبعا الكورس هذا بيحتوي على محتويات الكورس اللي إن شاء الله هنتطرق لها في هذا الفصل. زي ما حكينا هنتكلم عن مفهوم علم البيئة من حيث تعريف علم البيئة وشو هو، هنتكلم عن مكونات وتقسيمات البيئة، هنتكلم شوية عن النظام الطبيعي أو النظام البيئي الطبيعي للبيئة، ثم هنتكلم عن موضوع الطاقة في النظام البيئي، وهنا مهم جدا هذا الموضوع، الطاقة في النظام البيئي، ثم سوف نتكلم عن العوامل اللي بتأثر على البيئة، ثم ننتقل لموضوع العناصر الحية والغير حية. طبعا العناصر الغير حية هو المقصود بها بالأغلفة سواء الغلاف الغازي الأتموسفير أو الغلاف المائي الهيدروسفير أو الغلاف الصخري اللي هو الليثوسفير. الغلاف الصخري هو الليثوسفير. كما سوف نتكلم عن تركيب القشرة الأرضية بشكل مبسط، مش هنروح بالتفصيل، وحنتكلم بالإيجاز عن التربة وتكويناتها وما هي المكونات خاصة بالتربة وأقسامها زي التربة الرملية والتربة الطينية والتربة المخلوطة. هنتكلم عن جزء مهم جدا، ما هو ما يتعلق بالدورات الطبيعية. الفصل الرابع هيكون يتعلق بالدورات الطبيعية، والدورات الطبيعية هي الدورات الأساسية التي تكون مسؤولة عن انتقال العناصر في الحياة ما بين أو في الأرض ما بين الكائنات الحية وغير الحية، أو انتقال العناصر ما بين الكائنات الحية بعضها البعض. فهنا عندنا دورات تسمى بالدورات البيوجيوكيميائية والدورات الكبرى الغازية والدورات الحيوية. هنركز على أبسط أنواع الدورات وأكثرها أهمية للحياة، وهو دورة الأكسجين
ودورة النيتروجين، وقد نأخذ دورة الكربون أيضا، دورة الكربون. وراح نتكلم عن الدورات الصخرية، وهي الدورة التي تصف انتقال الصخر من نوع إلى آخر، كيف ينتقل الصخر الناري إلى متحول إلى رسوبي وهكذا. ثم بنتكلم في الشابتر أو الفصل الخامس عن التلوث، مفهوم التلوث. والتلوث له مفهومان، مفهوم كمي ومفهوم كيفي. راح نشرح ما هو المقصود بالتلوث الكمي والتلوث الكيفي. وراح نتكلم أيضا على الملوثات بشكل عام، وهناك ملوثات الهواء وملوثات الماء وملوثات التربة. وراح نتكلم عن أشكال التلوث زي التلوث الإشعاعي والتلوث الكهرومغناطيسي. ثم في الفصل السادس راح نتكلم عن ظواهر ذات تأثير عالمي اللي هي بتعنينا في حياتنا اليومية، بحيث أن الطالب يستطيع أن يجد الربط بين مظاهر زيادة الكثافة السكانية، زيادة الانبعاثات الحرارية، زيادة الصناعات أو الثورة الصناعية، وعلاقتها بزيادة حرارة الأرض أو ما يعرف بالجرين هاوس إفكت، حرارة ظاهرة الاحتباس الحراري، وشو تأثير الظاهرة هذه على الأرض، ارتباطها بارتفاع منسوب سطح البحر. سطح البحر بالإضافة إلى ذوبان الجليد، بالإضافة إلى التغير في المناخ. طبعا حنتكلم برضو كمان عن تآكل طبقة الأوزون، كما سوف نتكلم عن الأمطار الحامضية. الفصل السابع راح نتكلم فيه عن تلوث الغذاء، وهذا أعتقد أنه من أهم الفصول الموجودة عندنا في هذه المادة، حيث أن تلوث الغذاء ينقسم إلى ملوثات حيوية وكيميائية، والملوثات الكيميائية تنقسم إلى مواد حافظة ومواد ملونة، وتأثيرها على الإنسان وصحة الإنسان وعلاقتها بارتباطها ببعض الأمراض، كما أنه تأثير الملوثات هذه على صحة الأطفال حسب الأبحاث المنشورة. هذا باختصار أو بإيجاز ما هو محتوى هذه المادة، ما هو محتوى هذه المادة واللي راح نشرحها إن شاء الله تباعا خلال الفصل الأول. طبعا المحاضرات راح تكون مسجلة زي ما أنتم عارفين، طالما أنه ما فيش محاضرات وجاهية حتكون مسجلة، وحنرفعها لكم على اليوتيوب، ونحط الرابط في برنامج المودل. طبعا بالنسبة للكتاب راح برضو أو الملزمة راح نرفعها لكم على المودل، وتستطيعون أنكم تنزلوا هاي الملزمة. هاي المادة بدها يعني هي مادة بسيطة جدا وسهلة، ولكن تحتاج إلى مذاكرة ومراجعة على أساس أنه يكون في تركيز في حل الامتحانات إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله حنبدأ معكم الأسبوع المحاضرة الثانية خلال أيام قليلة، وإن شاء الله نراكم على خير.